الجزء الثالث والاخير من جودي 2 سيفا يا مش سبارس اسمع اعطيني سبارس مش سبارس سبارس لا تريليا مخ على السلامه مرحبا تصفيق على مخ مرحبا بالله من اول الميسيون ما سلمتش على عزيز غزواني دي جي المزيان نتاع العاصمة عزيز مرحبا هلا عمل له تيست بالله عزيز اش معناها ديكونت تو تعال جبرب لي كوليس تاع الميسيون جاو ما يتعداوش معناتها حاجه حلوه حاجه رهيبه جدا تو سي نلعبوا صفره حمراء عندك ورقه صفراء ورقه حمراء يا مخ نلعبوا صفره حمراء مع مختار تليلي كل مرة باش نعطيك شخصية نبداو بخمسة شخصيات رياضيين قولي تعطيه ورقة صفراء ولا ورقة حمراء وعلاش؟ نبداو بالشخصية الأولانية صفراء وحمراء صفراء وحمراء كاهو حاتم الطرابلسي ورقة صفراء علاش؟ خاطر كان نوع ولا نوع شنو كان وشنو ولا؟ كان ما يحترمش التوانسه بصفه عامه وقت ما قلت له يا نتاع الدروغ يا خويا بياع الكراهب المسروقه نطق لا ما يجيش كما ذاك ما قلنا عديناها الحكايه كانت حمراء فهمت كانت حمراء ولا تو ولا صفراء خاطر الكلمه علاش ما تو تحس تو صافيه لبن انت ولا لا صافيه لبن انا شوف انا قلبي ابيض انا قلبي ابيض يا امين ما تقولش كلمه هذاك كل الوقت كل الوقت هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو وينك يا غالي؟ حتى الدقان نتاعو بزايد غلق خاطر غالي رجع لنا قلبك يا غالي انا نتغشش المخ انا نتغشش يقعد رايك قلب تونس وقلب المخ وينك يا غالي؟ هو اهو 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 دكتور تحسن تحسن في كلامه تحسن في كل شيء تحسن ولا يفهم اللي يفهم اللي تونس عندها كوادر محترمه قبل كان ما يحترمش كوادر تونسه تو ولا يحترم تو ولا يحترم فهمها خاطر دخل في الاجواء الصحيحه اما سانون باش اللي هو من احسن كوارجي احسن كوارجي في تونس احسن كوارجي لا احسن كوارجي يلعب في الخارج وتعطيه صفره دونك اجاكس مانشستر سيتي وغير ما جاي باه الملاعب الثاني ومدرب ملاعبي اللي هو خالد بن يحيى خالد بن يحيى معناتها تعطيه حمراء معناتها خاطر انت عندك معناتها نعطيه الحمراء نعرف معناتها ورقه حمراء على الحمراء على خاطر شوف على حاجه واحده مش على الديفيرون اللي صار بيني وبينه والله يسامحه تهجم عليا و خلق مشكل من لا شيء يا مخي انت بديت لا خالد لا ما بديتش انا في احنا عندنا حصه تلفزيونيه قالوا لي سالوني قالوا لي فما رشوه وفما بيع وشراء في 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 في, في اعطاء الشهيد تاع المدربين قلت له فما موجوده بروفوكيتو انت لا بس انا عاد قالوا لي كيفاش يا مخ قلت لهم قلت لهم فختي مدرب بعمره لا يحضر في ستاج نتاع تكوين بعمره لا يعمل سيمينار بعمره لا يكون يعني يقرا درس نتاع كره قدم ويولي مدرب باش خذاه صاحبه اعطاه الشهاد جو فيرم لا بارونتيز علاش خالد من احسن الاداره في تونس هذا حد ما ينجم ينكر لكن قعد في جبه الملاعب الكبير وقت لونس كان ان جوار اون ان جوار لونس كون سورت دو لا دو لا باريير نقزو من غادي لونتونيرات يلزمنا نتصرفوا مع الملاعبيه هما يوليو لي فيديت واحنا نوليو العاديين دونك حسب رايك خالد بن يحيى يحب يقعد ديما فيديت وقعد ديما بالجلباب نتاع الفيديت لو كون جوار سي بو سا فوزي البنزرتي فوزي البنزرتي وحب لك ربي تغلط فوزي البنزرتي وحب لك ربي تغلط لا فوزي البنزرتي احسن مدرب في تونس لا صفرا لا حمرا ها لا صفرا لا حمرا مش مقتنع لا مش لا 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 شوف شوف اللغه المضروبه هذه نعرفها اللغه المضروبه نعرفها فوزي احسن انترينور خلقته تونس سير اللي بعد وديع الجري احسن رئيس فيدراسيون يا وخي خلقته تونس اي نعم قلبت الفيستا اي نعم اي نعم قلبت الفيستا توما والله العظيم لا بنجيك انت هاني جاي اسمعني شوف السياسيين والرياضيين والوزراء يحاسبوهم على النتائج نتاعهم ماشي ولا يحاسبوهم بالكلام
ايش عمل؟ ايش عمل؟ ايش عمل؟ ايش عمل؟ ايش عمل؟ نقول لك ايش عمل؟ وديع الجاي عمل شيء انت ما عملت شيء نعم وديع الجري اما وديع الجاي انت انت وديع الجاي وديع الجاري وديع الجاي نتكلم سيريوزمون والله سيريوزمون كان فيك شنو اللي عمل وديع الجاري؟ ها نقول لك ايش عمل؟ احنا وقتي تخلوا 2012 للفيدراسيون قدم برنامج فيه ست نقاط تحسين مستوى كرة القدم التونسية صحيح. تحسين التحكيم تحسين الموارد المادية وتحسين البنى التحتية وينهم لي تيتر لي تيتر لي تيتر مشى الكوب دي موند وعمل دو دومي فينال في الكوب في الشوبر هذا فيك تيتر عاد هذا رايك انت عاد شنو رايك انت ماكش كواجية انت ماكش كواجية انت تهالي بالتنس وفي الدانس وبعد تحكيم صايب عليك فهمت اذا وديع الجاي حسن مستوى الكرة التونسية فاش تونس 27 في الترتيب صحيح. تونس الثانيه في العالم في افريقيا والاولى في العالم العربي تونس هذا سبعه لا 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 نعطيو حقه راشد نعطيو حقه كيف شويه عاد خليني نكمل انت كنت داخل خليني نكمل خليني نكمل انت كنت داخل فيها خليني نكمل وما تقول لا يا كلاريد خليني نكمل انت قريب تولي مالك اليوم قريب تولينا مالك يا كلاريد هذا مش هكا الديبا مش هكا الديبا مش هكا الديبا خلي سيريو توا توا لي سيريو في موضوع سيريو الراجل يجي في الانجازات ويعمل الانجازات والناس تسب فيه نعطيه حقه علاش نعطيه حقه انت بدك سبيته قبل في سبيته وقت اللي انا كنت نلوم فيه في اخطاء ممكن صحاح ممكن مش صحاح فيش وقتها صبر فيش شباب لا لا مش انا قبيله انت مع قد ولدي وديع جاي وديع جاي قد ولدي بالضبط نعطيه حقه طيب عليك خلينا نكمل عايش خويا عايش خويا امين عايش خويا امين حاجه بس المخ وديع الجاري وفوزي البنزرتي انا نحبهم تعرف علاش خاطر عملوا حاجات وهزوا تيتروات حتى جمعيات هزت في وقتهم هما تيتروات او عنا حاجه خابه في تونس ما يستعرفوا ما يستعرفوا لك شي يحبوك ديما فهمت وديع الجاي البرنامج نتاعو نكمل لك النقاط نتاعو كان دي جي نتاع الجامعه سي امين صحيح على خاطر نعرف انا علي في تونس اللي يخدم اسمعني اللي يخدم ما تعرفوش بيه كانت البي جي نتاع الجامعه 12 مليار توا 52 مليار سبونسور كانت سايب عليك بلا سبونسور فلوس اكيد دخلهم وديع الجاي اثنين كانت الحك لي زونترينور عندنا 800 مدرب توا عندنا 2000 مدرب عمل اوتيل بناء اوتيل بناء سال دو ميسكولاسيون اولترا 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 مودرن باش يعمل سونتر ميديكو سبورتيف وعمل بنيه تحتيه خارقه للحد وقف مع الانديه التونسيه الكل وفك لهم مشاكلهم نحلوا مشاكلهم اذا ما يستحقش هذا باش يكون احسن هذايا رايك رؤساء اخرين لا لا رؤساء اخرين اللي عمل انجازات كيما هكا تفضلوا قولوا لنا عليه واضح باه واضح قولوا لنا عليه كلمه حق برجولي تو باش نعطيك اراء تاع خمسه سياسيين قولي صفرا ولا حمراء اي نموت عليهم انا السياسيين طيب الصفرا يا غالي نحيها الصفرا عبير موسي هيا هيا خويا عبير موسي احسن سياسيه في تونس وي قعدت في في التراجكتوار نتاعها ملي هي مع الازلام احنا كنا ازلام لا 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 كنا قبل قبل يمشي زين بن علي كنا خاضعين لزين بن علي كنا لا لا كنا في خلاء في خلاء حتى حد ما كان يحل فمه ويتنفس لو كان الناس الكل كانت تبكي هذيك فما بعض فما من بعض ولا واحد في شهيه هذوكم اللي يتكلموا هذوك لا لا فما 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 شهيه هذوكم وسميهم مش طريقه الحوار مش طريقه الحوار انا نظيفكم اليوم والله بارك الله فيكم مثال شاكر والله جاني معك كان مخ كبير بكل اول ابطال وقت الزين تمام شفت 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 على بعض احنا عملناها بايدينا سيتو جات جات كم نحترموا اللي فما عبيد عطات رواحه باش انت تنجم تكلم عطات رواحه في الاخر في الاخر لا ما تخخ لا ما تخخ وقت بوقيب عطات رواحه وقت بوقيب عطات رواحه سيبون سي هذا لا موضوع تاع بيت لي كيف وضرب اخر راشد الغنوشي لولا راشد الغنوشي صفرة ولا حمراء لا صفرة لا لا حتى حد شيء لا حد شيء علاش على خاطر غنت الغنوشي لولا راشد الغنوشي والتوافق مع الباجي قايد السبسي لا تونس هي الركبه ما هي كليب يا تونس توا اون دوا لو ريميرسي خاطر ما نساش مش لو ميرسي مش لو ميرسي الى جوي غول اللي البلاد ما دخلتش فيه في الدم ميرسي راجل غنوشي خدك ما دخلتش ماشي تحب الدم تحب الدم تحب الدم كان تحب الدم تو يجي الدم يا مخ خليك معايا يجي الدم سليم الريح ولا خايف جزي صافي صافي مادام في الغرب انا اعطيه صافي على خاطر على خاطر
هو جاء بوجادي ما يفهمش الكوى ولاد الحلال داروا بيه كان عطيته حمرة من الأول خير داروا بيه ولاد الحلال سلبوه وفي الاخر ركبوا له كل شيء عليه هو والوضع الكلوب هذا اللي فيه توا مش سليمان رياحي اللي دايرين بسليمان رياحي هما اللي حلوا الكلوب هكاك مش حاولوا قدموا شويه اي بعد بن علي الله يرحمه بن علي الله يرحمه ينعمه وانا نتمنى نموت ويدفنوني في البقعه هذيك في البقاع بن علي عمل حاجات باهيه عمل حاجات باهيه وعمل حاجات خايبه اذا كان نحكيوا على الانجازات لا لا اعطيني الصفره الحمراء تلخص لي حتى واحده حتى واحده باه بورقيبه خلق البلاد هذه نحن القمل نحن الطاغوت نحن الجهب نحن عملنا المكاتب عملنا السبيطارات عملنا الملاعب عطانا الدنيا كلها بورقيبه بورقيبه نبوسوا تراب ونبوسوا نبوسوا وقت كل عمرنا بورقيبه حاولوا قدموا شويه اخترنا لك خمسة من معناتها فنانات ومن ميدان الإعلام بصفة عامة باش تقولي صفرة رحمة. ميدان فنانات جماعتي هذوما جماعتي هذوما جماعتي نتفرج عليهم أنا. فريال فريال كراج عطيت فريال كراج عرفتها ولا؟ فريال المغنية هذه لا لا الممثلة الممثلة ما نعرفهاش حمرا ما يعرفهاش وحمرا على راحتك على راحتك ماهيش عزة سليماني شكوني؟ عزة سليمان عزة سليمان عزة سليمان اللي مثلت في ولاد مفيدة الطفلة الصغيرة طفله صغيره اللي ما عرفش فريال مش عارف عز لي بنت فتحي الهداوي بنت فتحي الهداوي عرفتها هي هذيك عشيرتك هذيك نعطيها السفر هذاك اخت عشيرتك اخت نجله التونسيه يا بابا يا بابا سميني نجله التونسيه نعطيها قلبي قول لا قلبي عنده ماليه باهي سميره مقرون هاي سميره مقرون محلاها ما حلوه ياسر ما تستحق كل خير ما نجمش نعطيها حمراء على خاطر هي اعلى من هذا أكثر من حمراء لا لا أقل من حمراء باه جميلة الشيحي أي قولي ما تعرفهاش جميلة الشيحي نعرف شنو في الأخر فيها قولي ما نتفرجش فيها جمل على خاطر في تونس الثانية تونس الثنين وحدها بعد تونس ديما يشوفوا لنا المسلسل شوفي حد هي موجودة باش يعاودوا جماعة جاي خلي يشوفوا هذا هما اللي تفرجت فيه باه باه إلي تي سو كيلي تي توا إلي ديباسي لا 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 خدمة فنون هذا باش هذا انا ما شفتوش النوبه لا عادي انا ما شفتوش عاد يا خويا ما شفتوش كان حلوي كفا من مخك حلوي كفا انت نعم راكي تدخل في عالم تاريخ تبدا تظهر بتظهر لو كان حلوي كفا كان حلوي كفا كان حلوي كفا تنقوم نعمل له هكا يجاني 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 انا ما نعرفش انت كيفاش عرفت ديباسي وانت ما تفرجش فيه لا ما نعرف هكا هذا هي مش حكمت عليها هذا هي سيت ان بوان دو فيو كي سو نو ديسكوت با باش تحط عصبه فيه على اراء كي سو نو ديسكوت با بايا الزردي بايا الزردي انسانه يعني محترمه جدا انسانه خدمه في هنايا في البلاتوات وخدمه لكن زلطت المغالخ صفرا ولا حمرا؟ حمرا لا بشوي بشوي شو شو بشوي يا المخ كم مرة صار لحظة مرة نجي لا عمان شو هو يقول حمرا نسمع بعضنا بس نمشيش المرة نجي شو نسمع بعضنا يعيشكم معناتها مش هو قال معناتها حمرا كلكم قمتوا تصفقوا معناتها يا اخي عباد حاسه حاسين نحن على كلاي صفقنا اي فما عباد زاد يقول شي عمي شو مانيش نعمل من زحمة انا مش هو قال على بين تكلم قال على الفازه الاخرى مش بتش هذا الموضوع باش ما تقولوش خاطر صاحبه راب ويخدم لنا اما راني مع صاحبي راه في الحبس يلزمو يخرج وكا والسلام عليكم حول الله انا حسب هاي كيما انا توا توا واحد مثلا كيما هذيا توا اللي بجنبي هذيا هذيا مقبله ويبوس فيها ويعلق مقبله ويبوس فيها ويعلق كيف يعلق تتهجم عليا بوس ولا الاثار بوس 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 بالله شيء يا شيء صورت معاه سيلفي قبيله هبطوني محليها دقه مثلا انا كنت اتمنى انا انت كنت علاش بيا ما تعملهاش هكا؟ جرب فضلك تفدلك هذا مع بيا حتى شفتها عاقله خافوا منها بيا جايبتكم على الصراط المستقيم الجمهور يعيط ما ولدت بعيطه تجي صوتك طاح فجاه جبت لك على بيا رجع تخلي راسك قلت لك بيا انا في انا لا بلاس دو بيا في بقعه بيا في الوضع هذاك اللي صار نتعدى مغ الكرام ما ندخلش في البوليميك هذيك انت حر تحب رقيبه انا حر ما نحبش الترطوع
كل واحد شي حب. عرفت حتى الدكتور عملت لي هكا. على حكيتي راهو على هو وسيمه. هذه كنتي مالوش على. هجر ما نحبش فيها. اسمعني هجر ما نحبش فيها راه. لا هجور كي نحبش. هجور. هجور. لا هجور ما نحبش فيها. هجور قالت لي اللي تستاهل انا معاك. هاي بدلوا شوية جو باش تيح ولا ايه؟ اي. تو سويت باش نوريكم اغبى شطحات صاروا في العرب تو سويت مع السلامة. اهلا وسهلا بكم في اغبى شطحات العالم. في ماليزيا كان مكرم شرطة فنية بصدد القيام بمهامه داخل ملعب كرة قدم، فجأة تذكر أنه مستدعي الحنة صاحبه فوزي شاق لينزو فوق سطح الحومة، فحاول القيام بشطحة التمساح المتمرد، ثم تذكر أنه خذا 12.75 في الباك سبور، فحاول القيام بالانشينمون أمام الحضور، ثم قام بإلقاء نفسه على المستديرة فطاح ما في عينه بلة. إن لله وإن إليه راجعون. في كوبا وبدون إطالة ضغطت هذه الفتاة على الزر فاختفى الأستاذ. بيلا تشاو بيلا تشاو. في روما وفي إطار فعاليات نهائي الكيتش العربي الأصيل قام شوقي الجيتاريست بعملية المبارزة بالجيتار، ثم دخل في حالة هستيريا تعبيرا عن فرحته بالفوز. انظروا معنا احتفالا بالانتصار سلسول ظهرك ينهار. في حي الزهور تونس كتيبة أحمد ابن صخر وماهر أبو صقر والعجم أبو شوشو شاركوا في شطحة الزومبا وحاولوا تبديل الجو. شد شد لولادة خمرو إيجا من ذوق البنة من هنا من غادي أكثر مزها من غادي هاي هاي جيت عن شيخ نلقى روحي عن موت آيا يزي اللي شاح يروح. في أديس أبابا قام هذا الفسفوس بعمليات إحمائية تحضيراً لحفلة آخر العام في المكتب، وذلك من خلال رقصة البعبع المذبوح. 1-2 عسكريين بسم الله عليك بسم الله عليك ضربة جاتك من عينيك يهديك قوم يهديك فز يهديك حرك أصوابعك راهم عكشوا. في الفجة وتحديداً داخل قناة الحوار التونسي الفرار يعود بقوة ويخرج عن صمته. كل هذه التسميات تمت للواقع بصلة. ويني داركم؟ ويني عائلتك؟ واحد من الجمهور يتكفل بمصاريف علاجه. شد داركم ما عادش تجي. الفرار بدا. الفرار يهرب. الفرار تحول. شطحة الفرار المهرب. تفرج عليك كي تبدأ مقرب. أقوى شطحة يا رحمة رحمة ميقال يجي أقوى شطحة أصبرك شكون مخ؟ أمين الأخرانية أمين الأخرانية أمين الأخرانية 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 أمين الأخرانية أمين 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 جزنا عملوا رقية شرعية تفضل أسمان يعني دي بربي الكاميرا مصاريف العلاج 5000 دينار كل واحد يتبرع باش نعالجوه والله تو تلقاو الرقم أسفل الشاشة وكلموه واعطيوه 5000 والله على غالب كل واحد نوبته كيفاه بلا تصفيق على أمون أمون تخمر باه اسمعني شو الجمعة ذي الأولاد بعثت لكم ناس ناسي ناس نسى عليكم مسكين الناس نسى عليكم وعلى حوايجكم تسمعني قالوا الجمعة ذي بعثت لكم شكون الناس نسى عليكم موجوع أنا موجوع أنت أكش تجاع على الأخر كي تفرج في ناس ناس شوف شو عملت الجمعات اللي فاتت تو سويت ناس
عسلامة. سامحوني عاد كان قصيت عليكم، عندي فايم حليل نقولوا نمشي على روحي، مانيش مطولة. ميسالش ماوة ميسالش. بالنسبة للفنان الحوميني بوب مارلي الشاشة العربية الجارح، هو مش جارح بركة، وقت الجارح فان. أما الحق كفان زين وعين ورزين، شوفوا رزانة. ليه عندي حق وما عنديش الحق؟ قداش وقفتني شدتني فراه، يا حرام وجيعان يا خويا، حرام وجيعان ناكل ونسرق. انت كبيرة رجعلي كرامتي، حرام عليك. معناها تسمع كلامي؟ ايش معناها؟ معناها نقول عليها نمشي لهنا لهنا. صحيح امان امان امان، مانيش نضحك، راه مانيش نضحك، كان جاي قاعدين في اللاك. لحظه، شفتوا الرزانه والفينه والعقل؟ حاجه من ورا العقل، لا يزي سيس، لا يزي متثقف، لا يزي 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 يهبلكم لغات. هو يضرب لغه بالحق، وخاصه لغه الفرنسيس. دق دقها. واو، aujourd'hui je dois parler en français. C'est très dur. Mais j'espère que Dieu m'aider. Il n'y a pas l'arabe maintenant, d'accord? Tout le monde parle français. Parmi les 5 meilleurs beatmakers en français en France. Et Amine Arak, tu n'as pas le français. Ok, Douki, viens. Ou monsieur l'artiste, hubbit statue à l'Instagram. Qual fi, célibataire, ou zéhi akthir mizzehi mangadi. ما فهمتش شكون زاهي اكثر من الاخر يا كافون. ها وعينيك 100 غرام قلوب ولا هي 100 غرام زبيب؟ فما مثل يقولوه الناس بكري، اقسم بالله زياد انت تفهم في الامور هذه، يقول لك حلاوه الزبيب كي تكمل. ايا طاح الكافون على ذله، وانا وخيتي خليني ساكت خير، تيش يهمني. احلام جميلة الجميلات، الأناقة، الرشاقة، اللباقة، الشخناقة، والعلاقة عقدتها في الحياة طموحها تلقى راجل. يهز فؤاد جيد. أنا ما سمعتوها ماوا؟ عايزة حب يهز فؤادها، والراجل تحبه بموتورو. دونك يا فؤاد ولا يا هادي، كانك متعدي من الفجأة بسنتروا ولا بموبيليت، بجاه ربي حق أحلام أحلام. أي واحد عنده موتو ولا حتى فيسبا جاي يخطب. إن شاء الله يا حلو ما يكتب المكتوب وتلقى موتور لحلي. أما كان خليتك الحاجة مش تعرس قبلك انت في بيتك ولا ايه؟ مش تاخذ الانستغرام تاعك باش تعرس. مش كان كفان قاري فرنسي في امريكا؟ احلام زايده 35 عليها. كنت في غولاسيون سيريوز و 30 سيريوز سيريوز و 30. فيكتور هوغو انتبهوا. الفان معناها نتاع الفيديو نتاع الفيديو نتاع الفيديو. جون جاك روسو وصلتهم. اللي هي معروفه سيفيزم وديمقراطيه. يا مولا الموتور قاري واسمع. بيم وقدم قرعه. وقدم خاصك السويك يا معوش لحنيك. يا معوجة يا معوجة يا شنية معوجة يا أخي. فلحت لا في هذا لا في هذا. أما أحلام الفقيه تعتبر من ممثلات الصف الأول، شفناها في قسمة خيال أكثر من أميرة البقرة. مش هكا يا جرا؟ أنت أحلام مش هزك الجسد. ليش نقول حاجة فكرة؟ سمعت أنت البقرة ضرت أكثر منك. نفدلك عاد، تعرفني نحبك، ما تغشش يا أميرة. تحكي بجدكم؟ ايا ما نطولش عليكم، كان على البلاتو بلاتوكم، والبرنامج برنامجكم، وانا وخيتي خليني ساكت خير، تيش يهمني. كل جمعه ثانية تريح تقطيع وتريش، دونك ناس ناس تقطيع وتريش، كل عنده تعقيب على الكلام. عندكش انت في غولاسيون سيريوس؟ ماو كي ما تحضرونيش في الكواليس شنو غلط؟ هذاك تعرف واش قاعدين نقاسيو مع هذاك كله محضر هكا. ايه كان محضر لي سواليت. لازم تخاف فرونسي سيرتو. فوالا راب فرونسي. غولاسيون سيريوس. كافون. برجو انا نلقى روحي نعيط ياسر، خاش بيكم تستفزوا فيا؟ ما عادش قال لي. ايه جامي سافوت ديما غلط غيرو. باهي هجور عندكش كومنتير؟ ليه ما احلاهم الزوز. طب بايك واحده وحطوه في حلقه واحده. هاي هذاك ميك. حلوه روبريك مش خايبه باهي. حلوه روبريك مش خايبه. انا اللي حلو عندي انا واللي ممتاز واللي احلى من الزهاء من غادي. تحب تشارك معنا في برنامج جوديتو ويدخل اسمك في القرعة باش تربح الى 20 مليون كاش؟ ما عليك كان تبعث حرف تي على الرقم 85811، تي على 85811. مع جوديتو الربح جوسكو بو. قائد الموسيقى كافونيات توت سويت. كافونيات.
كافون شكون ضيفك اليوم؟ وليت باهي جبت لكم مستر شيبو معروف بالكدا في تونس، غنى مع سنفرا، غنى مع كلاي، غنى مع ريضا الطلياني. بو هو من قفصه ما جانا من بلجيكا، فرحان بيه برشا صاحبي بحذايا، نحبكم تفرحوا بيه على الاخر. مرحبا مرحبا. اسمع شيبو كان جوار في المغرب بالك ولا ما تذكر في كوب دي موند 98 شيبو حاجي هكا ولا تذكر ولا شي صغيرات ما تعرفوش اما يظل لي الشيخ او يعرف يعرف شيبو به ومعناتها كان كورجي كبير شيبو اما انت يظل لي فنان تو طالع تبارك الله الحمد لله شوي شوي بعدين نطلع اللي يمكن ما يعرفش واعطينا الشانيل يوتيوب نتاعك وين مستر شيبو اوفيسيال مستر شيبو اوفيسيال شيبو اوفيسيال به قلت لنا خدمت مع ديرابور اخرين هكا ولا كفا خدم مع سنفرا خدم مع كلاي ربي يخلص واحد ربي يخلص واحد وخدم مع رضا الطلياني هذوما اللي وبرشا تيتروات وحده فهمتني باهي تسمعنا حوايج على الدخله طول سمعكم حبيبي مع سنفور هاي مثلا اعطيني حاجه لا لسه مو محبوب يا مانا 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 ماني يا مانا مانا مان يا مانا 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 ماني حبيبي حبيبي حبي من اللي شفت حبي من اللي شفتك راك في بالي طحت مع كل ابو زاد هبالي وين زيني القوري يا دلالي حبيبي حبيبي تي مارشي سوغ لو موف تي مي رونديوف معاك يا بلا لوف لوفي لوفي لوف منك ويلي ويلي في الدنيا تنسيني يا مانا 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 مان حبي من اللي شفتك راك في بالي طحت معاك اللوف وزاد هبالي كوين زين التونسي يا دلالي حبيبي حبيبي ميرسي نورمالمون انت تو قال كفوق بلا قال من القصرين هكا لا من قفصه من قفصه لبلجيكا عطيتي مستقر في بلجيكا تو وعندي صغار وعائلة يزعل وعندي عندي أكثر من بريست نافون في بروكسل خرجت معناتها من الثورة خرجت صغير واه 19 خرجت تعاود تخم تعاود ترجع وين بلجيكا؟ تونس نو تخم ترجع بلجيكا يزيد يزيد نجيو نطلوا هكا ونطلوا على الحومة على الفاميلي على الأصحاب والأحباب ويفرحوا بيك في تونس كي تجيو الحمد لله الحمد لله نجي دي فوا نعمل كونسيرت نتاعي دونك ونطلع على الفاميليا في متلاوي فهمتني عمناول سيف عمناول ونطلع شوية على الفاميليا ونطلع على الأصحاب والأحباب ودي فوا نجي نعمل تورناج موزيكا ولا فوالا سينو مشاريعك المستقبلية مشاريع المستقبلية دونك عندي دي فيتيرينغ ما غير ما نحكوا إن شاء الله تكون فيهم تكون بتاتر الزهوانية إن شاء الله اللي ما تجيش شباب الزهوانية وعندي دي فيتيرينغ اخرين تكون في تونس ما مازال معك فو عندك فيتيرينغ ماكس ان شاء الله بالنسبه لي انا يشرفني علاش لا اما الموزيكا كل تجي في وقتها راه انسبيراسيون ما تصورش فهمتني تو كثريت اللي فيتيرينغ اللي عملتهم كل كيكا جد دراكي فيه بالله نحبك تقول حاجه احكي لنا على ديمي لورو اللي تنحاول لك بالله وانت مروحة وخلنا اي فلوس باش يقد بهم استوديو فهمتني في الجربه هما 8300 خليه يحكي بالله جيت معنا عندي 29 اكتوبر جيت وتنحط لي الفلوس معنا اي سون با ديكلاري عندي 4000 لهنا و 4000 وانت يعطيك صحه جاي الفلوس مش ديكلاري نو نو فلوس عندي 4000 لهنا بحكم انا كي نجي نصب لي من دوبيا فلوس تواز نحن داكوغ نحن داكوغ ان شاء الله الحكومه بالله نحن عارفين غالطين وكل شيء تعملوا مزيا جهتكم جهه تربي رزقكم الفلوس نحن ما قريناش القانون لا بخير راه مش ملياردير قلت في استديو تنحت لبرا ما تنحتش في الديوان دونك تنحت لي ليكستيريور ومعناها تمشي في خطيه نورمال انا شوي بخي باش خلص خطيتي مع القانون القانون فيك تجيب معك فلوس وتخرج معك فلوس او مخيار راهو الفلوس هذيك تتنى حالك وتخلص خطيه ذول يضاعفها مرتين ولا ثلاثه اربع مرات اربع مرات قد الفلوس باي باي معناتها ريت انت ديجا كي ما خلصتش مو خايف لا يجي يتكلم تو يولي مطالب ريت 8000 يولي تخلص خطيه 24000 يورو ومام تو يا خويا مش باهي عبد يمشي يعمل 8000 مش باهي عبد يعمل 8000 اون افون دو ترافاي ما فهمش في القانون بالحق لا واسم ينجم مش يسامحوه يخلص خطيه تعرف امون ما نعرفش قداش يخلص عليهم بيناليتي ونجم صح حنين انا خاطر الفلوس انا جايبها مش عارف استوديو في حومتي هو الدولة تتكلم القانون لا يحمي المغفلين مش لازم خليهم عندهم فلوس بطلنا ما فيش اكسبسيون زاد القانون اللي عنده لازم يعمل ايفور اللي عنده كاش حكيتي انا سمعت بها تعب عليها حتى الوزاره فوق سمعت بها العباد الكل
خاطرنا حتى ولد جهتي انا في منهم ساعدنا الحاجي منهم سي صافي سعيد كل سمعوا بها الحكايه هي الحكايه انا مروح بفلوس سي با ان بروجي بور مو هو ان بروجي انونسكم في الحوض منجبي ولا لتحومتي مش كبيره مش دخل معاك حل الاستوديو ولا لتحومتي انا دونك سيمي خير ما يمشوا يعملوا حكايه اخرى انا حبيت نحل الاستوديو والله والله ماشي انا في بالي بها من الصيف انا تاع الاستوديو في بالي بخاطر ديما نقابلو في الجربه في الصيف جاب حدايا حتى القفص فهمني بطبع حداه في الدار واستقبلني فهمني معناها سي بور لا بون كوز مانيش داخل هذا هو بدو في سريه ما فهمش ما عنده ما يعمل فهمتني وموزيكا داخله شويه جديده في قفصه ولد كولتير باهيه ان شاء الله تبقى معناها ان شاء الله تكبر الكولتير هذه وكهو فوالا باه بعد شويه دوك سمعنا حويجه شنو سمعنا من بعد شكون اللي سمعكم سمعوكم ان شاء الله ربي يخلص واحد الكلاي سمعكم غنية جديدة لهبطها أنا كلاية يما تحية ليك رابعة على شكون تعمل ريميرسيمون؟ كريم فينوس شعري فريال البحري مكياجي ونحيي ناسي وأصحابي في السليانة ونقول لهم راني رجعت لكم بيانتو افيك ان نوفو بروجي أحمد كفا نحب نسلم على أمينة نقول إن شاء الله لاباس ونسلم على كلاي وبشير وحمدي هاجر إدريس في ديسمبر فما تظاهرة ثقافية كبيرة اسمها يوم الطالب الإفريقي كونتر لو راسيزم اي ان ميساج كو لا تونيزي ارض نتاع ترحاب وفي فاك دي سيونس نحب الناس الكل تجيني خاطر بون هو سيت اون تراديسيون عملناها في الفاك دي سيونس نشكر عميد كلية العلوم نور الدين العمدوني مندوبية الشباب والرياضة زملاء اسي التربية البدنية ونحبكم الكل تجيني مختار التليلي نحب نحيي مازاو مازاو ميلانو ايه صوص اللي كان يلبس فيك ولا يلبس فيا صحة يا مخ صحة يا مخ باه عندكم ميرسيمون ولا شيبو انا مي بتيت جمال توام بناتي ولاد حومتي وفريك لاي وميرسي لكم انتم على الاستضافة وكفو ميغالي انا تحية سمية مدي تليفوني خاطر فيه اللي جاي عندي زيدات كل لا لا هذا دات تاع عرض عروض باه مثال سمية دخل وترجع لك من بعد تحية الأحلام فقيه ميرسي مون لشكون ميرسيمون جوست نطلب من العباد انها تطلب المغفره والرحمه الجد اللي مازال كيتوفى عبد الرزاق الفقيه ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله امين يا رب هاي زيدون والله انا نشكر جوزيف كواف لاك دو نحب نذكر حاجه فا دوبلو فاس كريم غربي وبسوم عندهم العروض نتاعهم 7 ديسمبر في الكوليزي 15 ديسمبر في المسرح البلدي في سوسة 21 ديسمبر لأول مرة في المسرح البلدي بصفاقس أي واحد يحب أنفو لاي بش يعمل ريزرفاسيون ولا بشيش يتساكر الرقم 22-254-99-99 نعاود 22-254-99-99 يا خويا وفريك لاي وربي يخفف على كل معتا مظلوم أنا كان فما موعد مراتيش سانسيرمون معناتها وبكل صراحه انا عندي برشا مشيش فرج في وسيم سور سين دونك ميغالو سور سين ماذا بيا نحضر نتفرج فيك اعطيني خويا لي دات والعباد قايدوا لي دات نتاع ميغالو سور سين نمشيو خويا نشجعوا خويا ميغالو هاي ميغالو لا لا باش نعاود نفس العروض خالد موعد صار مازلت انت ما عندكش عرض عندنا لو 5 مازال مش كونفيرم مش عارف الان نسمي سي بون كون خالد نقعد نعاودوا فيهم سي بون نعاود بالاخر نعاود مره اخرى مره اخرى وما ورد بك فلت العرض انا عاد اسمع لو 7 ديسمبر في الكوليزي العرض نتاع الاولاد بسام وكريم لو 15 ديسمبر في المسرح البلدي بسوسه و 21 ديسمبر المسرح البلدي نتاع صفاقس الكبير مش لاول مره تعلم قول باش يرجع يخدم وباش يبدا بالعرض نتاع الاولاد تربيه تذكروا بنمر التليفون مرة أخرى 22-254-22-5-4-3 ساعات وحبيت نشكر أنا الأخت هاجر على الملابس هاجر لا هاجر بدي هاجر تلبس ومحرز فريب على الملابس الداخلية وخونا سامي فيزاجيست داخلية عشر. وتحية نادر اللي بعد ما كمل قد المكياج قال لي كلمة خلينا نقولها قلت له كملت قال لي جو سوي ترميني سلم برشا على كابي ميرسي كابي على اللبسه وكافون ما نسيتكش باش نمشيو الجمعه هذه لا لا تاشري على روحي لا سي بون كافون 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 مش كل شيء لا مش يا كافون باش نمشي انا وياك مع بعضنا خويا الجمعه هذيا باش نمشيو ناخذوا شويه قشره كوزي هكاك فوالا الحلقه الجايه كافون الحلقه الجايه كافون الجمعه الجايه ان شاء الله فوزي فوالا دونك فوزي الجمعه الجايه دونك سلم على كابي سلم برشا على سيمي ميرسي سيمي لو فيزاجيست بوتيك كينج تويز اللي بعد تقسيم يعطيهم الصحه الناس كل بيبليك ميرسي عايشكم نتقابلوا ان شاء الله باذن الله نهار الخميس الجاي بيتكم زين نكملوا معاك اخر اغنيه قابلوا الخميس الجاي باي باي تشاو